مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في قلب الحدث. مشاهدينا، من المقرر أن توقع الدول الكبرى مع إيران نهاية الشهر الجاري على اتفاق تريده أن يكون متكاملا حول ملفها النووي المثير للجدل. قبل ذلك تجري كل الأطراف اتصالات واجتماعات مكثفة للتوصل إلى تقريب وجهات النظر المختلفة بشأن هذا الملف، ومن ذلك لقاء باريس بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظرائه الفرنسي والألماني والبريطانية، وذلك تمهيدا للاجتماعات الثنائية بين الجانبين الأمريكي والإيرانية منتصف هذا الشهر. وتصب هذه الجهود في إطار تحقيق نص تقني كامل بحلول 30 من الشهر يونيو المقبل، يتضمن الطبيعة السلمية والمدنية البحتة للبرنامج الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. ضمن هذا الإطار يمكن أن نتساءل، هل ستنجح الأطراف في التوصل إلى تقليص هذه الخلافات تمهيدا للاتفاق المأمول؟ وماذا ستفعل كل من إيران والدول الكبرى للخروج باتفاق يرضي الجميع؟ وما هي نتائج هذا الاتفاق على باقي الأطراف الإقليمية وكذلك إسرائيل التي تحدث ضجة هذه الأيام بشأن المفاوضات وظروفها واتهامها للدول الكبرى بعقد اتفاق مع الخصم الإيراني الذي لا يخدم مصالح إسرائيل؟ هذه الأسئلة وأخرى نحللها مع ضيف حلقة اليوم من برنامج في قلب الحدث، الدكتور مهدي شحادة، رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي ومختص أيضا بالشأن الإيراني. ولكن مشاهدينا، قبل ذلك نتابع هذا التقرير. لقاءات واجتماعات واتصالات مكثفة تجري هذه الأيام حول الملف النووي الإيراني الذي يمر بمرحلة حاسمة للغاية في ظل التوجه العام نحو التوصل إلى اتفاق متكامل بشأن هذا البرنامج مقابل رفع العقوبات على طهران. مدينة مونترو سويسرية شهدت خطوات حاسمة بين مجموعة 5+1 والمفاوضين الإيرانيين، حيث تمكن المجتمعون من التوصل إلى نتائج بناءة ومفيدة، حيث حقق المفاوضون اختراقا في العمل التفاوضي لتقريب وجهات النظر. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بدت واضحة وجلية، حيث صرح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني يجب أن يحظى بموافقة المجتمع الدولي، وذلك في ختام لقاءاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بمدينة مونترو سويسرية. وتصر مجموعة 5+1 على استمرار الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل شامل للقضية النووية الإيرانية وسد كامل الثغرات المتبقية للتوصل إلى اتفاق حول النشاط النووي الإيراني. ويبدو أن باريس وواشنطن تقودان هذه الجهود لإحراز هذا الاتفاق الهام والاستراتيجي مع طهران، حيث أعلن رئيس الدبلوماسية الأمريكي جون كيري أنه يشارك باريس رؤيتها حول المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، حيث أن الدولتين لديهما التحليل ذاته بالضبط للملف الإيراني، مع الإشارة إلى أن هناك تقدما ملموسا مع الجانب الإيراني مع وجود خلافات كذلك. الأسابيع القادمة إذن تبقى مهمة للغاية في هذا السباق الدبلوماسي والسياسي للظفر باتفاق في هذا الاتجاه. الجانب الإيراني الذي يسعى هو الآخر لتحقيق أهدافه التفاوضية أيضا، يؤكد على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يقود الفريق الإيراني أن فرص نجاح المفاوضات النووية التي تجريها مجموعة 5+1 هي أكبر في الواقع من فشلها، مشيرا أن الجانبين مصممان على تحقيق الأهم في العملية التفاوضية والخروج باتفاق تاريخي. إذن المفاوضات على صعيدها التقني التي أشرف عليها مفاوضو الدول الكبرى والمفاوضون الإيرانيون غاصت في الجوانب التقنية، حيث حققت قفزة نوعية وإيجابية. وحسب إيران فإن العوائق بهذا الجانب قد أزيلت تماما، لكن يبقى الجانب السياسي هو الأهم هنا، فالأوروبيون مثلا لا يترددون في التأكيد أن الأمور التقنية لا تفصل وحدها في موضوع من هذا الحجم، وأن الإرادة السياسية وخاصة من قبل طهران هي في النهاية التي توصل لحصد اتفاق في الملف النووي الإيراني،
يكون ثقيلا واستراتيجيا. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم من جديد. معنا لمناقشه هذا الموضوع الدكتور مهدي شحاده، رئيس مركز الدراسات العربي والاوروبي وايضا المختص بالشان الايرانيه. اهلا ومرحبا بك دكتور مهدي معنا. بدايه، كيف تقيم لقاءات مسؤولي الدول الكبرى وخاصه وزير الخارجيه الامريكي جون كيري مع المسؤولين الايرانيين بشان ملف ايران النووي؟ يعني يبدو من خلال الاتصالات الجارية حاليا واللقاءات التي تمت بين وزير خارجية أمريكا جون كيري وبين وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إضافة إلى الطاقم المعني بهذا الملف الأمريكي الإيراني والذي يواصل بشكل شبه يومي اتصالاته ومفاوضاته، يبدو أن هناك إصرار على إنجاز الاتفاق بأقرب فرصة ممكنة، طبعا لاعتبارات متعددة، حيث أن إسرائيل قد دخلت بقوة على هذا الملف وتريد بأي شكل منعه، إضافة إلى أن كان هناك بعض العراقيل، ولكن من خلال المعلومات المتسربة تفيد بأن الجانب التقني من الاتفاق قد تم إنجازه، بقي الجانب الآخر المتعلق بالسياسة أو بالعلاقات السياسية بين دول الغرب بشكل عام وبين إيران بشكل خاص، وهذا الجانب هو ما يتطلب المزيد من البحث، لأن الغرب يريد يعني ضمانات أكيدة من إيران أنها لن تذهب إلى حد إنتاج أسلحة نووية أو استخدام منشآتها النووية لأغراض عسكرية، ويضاف إلى ذلك طبعا هناك أبعاد اقتصادية ذات علاقة بالعقوبات المفروضة على إيران، حيث إيران تتمسك بضرورة رفع العقوبات دفعة واحدة، فيما الولايات المتحدة الأمريكية طبعا من ورائها الدول الأخرى تحاول أن تمرر رفع العقوبات على دفعات لاختبار حسن النوايا عند الجهة الإيرانية، وباعتقادي أن المسألة الآن معقدة عند هذه النقطة بالتحديد وليس عند الجانب التقني الذي له علاقة بتخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وإلى كل ما له علاقة بالملف النووي كملف نووي. ولكن دكتور مهدي، يعني جون كيري وزير الخارجية الأمريكي صرح قبل يومين من الرياض بالمملكة العربية السعودية أن واشنطن تراقب عن كثب كل أعمال إيران، يعني ماذا يقصد كيري من هذا الكلام، وهي أيضا الرسائل الموجودة بين سطور هذا التصريح باعتقادك؟ يعني إذا لاحظتم الأسبوع الماضي صدرت رسالتان، الرسالة الأولى جاءت على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني الذي قال أننا غير معنيين بأي مفاوضات وأن الحرس الثوري غير معني بالتفاوض مع أمريكا وأنه هو معني بالحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإضافة إلى ذلك إذا كنا قد رصدنا عن قرب المناورات العسكرية التي جرت مؤخرا في منطقة الخليج والتي استخدمت فيها إيران أسلحة جديدة وطائرات جديدة وإلى هناك من هذه المسائل، كانت أنا برأيي هذه الرسالة هي رسالة إيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين موقع التفاوض الإيراني في المفاوضات الجارية حاليا، كما أن بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية عبر التصريحات التي أطلقها جون كيري وكانت إلى حد ما تصعيدية خلال اليومين الماضيين، أيضا من أجل تحسين موقع التفاوض الأمريكي على طاولة المفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن ما يقال وما يشاع وما يسرب أن الجانب التقني قد أنجز منذ عدة أشهر وأن ما له علاقة بالمفاوضات الآن هو ما له ما يرتبط بالجانب الاقتصادي وبالجانب السياسي كما ذكرت قبل قليل، ولذلك أنا باعتقادي أن التصعيد هو ذات أغراض داخلية، يعني إيران تستخدم التصعيد على لسان الحرس الثوري لأغراض داخلية من أجل امتصاص أي أو استباق امتصاص أي نقمة، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عبر إدارة الرئيس أوباما تحاول أن تستبق الأمور حتى لا يتم الاعتراض من قبل الكونغرس الأمريكي على أي اتفاقية، باعتبار أن الميل السياسي الآن لدى الكونغرس الأمريكي هو أكثر جمهوري، أي من الجهة المعارضة كليا للرئيس أوباما،
من هنا نسمع تصريحات تصعيدية، لكن أنا برأيي أن هذه التصريحات التصعيدية لا تعكس حقيقة ما يجري تحت الطاولة من مفاوضات ما بين إيران والدول الغربية. بما يتعلق دكتور مهدي باللقاءات الأمريكية الإيرانية، يعني المسؤولون الأمريكيون يقولون أن لقاءاتهم المكثفة مع الإيرانيين لا تحمل أبعاد أكبر من السعي لانتزاع اتفاق نووي، وأن أمر التقارب مع طهران ليس واردا أبدا في الوقت الراهن. يعني هل توافق على هذا الطرح دكتور مهدي؟ أنا باعتقادي يعني أنه يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من الاتفاق النووي. يعني إذا كان الاتفاق النووي يعني تحصيل حاصل ويتم التفاوض بشأنه، وحتى الأوروبيين اليوم بالضبط يعني صرحوا بأكثر من مناسبة أن الاتفاق أصبح شبه منجز، أو أنهم بإطار وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. لكن أنا برأيي يجب النظر إلى ما هو أبعد من الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أكثر من مرة أن تحاور الإيرانيين على قاعدة أن تضع على الطاولة كل الملفات الخاصة بالمنطقة وأن تعالجها دفعة واحدة. كان الإيرانيون يرفضون ذلك ويعتبرون أن الأولوية هي للملف الإيراني، ومن ثم يمكن بعد الانتهاء من الملف النووي التطلع إلى القضايا الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا زالت مصرة على موقفها، وتريد أن تسحب اعتراف من إيران بأنها إذا قدمت إليها تسهيلات في الملف النووي الإيراني تريد بالمقابل تسهيلات إيرانية فيما يخص ملفات أخرى حساسة وهامة جدا في منطقة الخليج. لا أخذ على سبيل المثال الوضع السائد حاليا في اليمن، الوضع السائد في البحرين، الوضع السائد في سوريا، الوضع السائد أيضا في التصاعد التسلحي الإيراني الكبير جدا، أمن الخليج، أمن مضايق هرمز، أمن باب المندب. الآن كل هذه التفاصيل أنا برأي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتغافل عنها، وهذا ما يشكل حذر كبير أو على الأقل تخوف كبير عند دول الخليج. ومن هنا مسألة طبيعية أن يعني تذهب الأمور باتجاه أبعد ما هو من الاتفاق النووي. هناك بالمناسبة هناك تلميحات يعني دكتور مهدي وردت في تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل يومين أن إيران قد تقبل بتجميد بعض جوانب أنشطتها النووية 10 سنوات. يعني هل طهران جادة في هذه الخطوة أم الأمر مجرد مناورة لا غير؟ يعني من المعتقد من الممكن، يعني أنا بتقديري أنه وزير الخارجية الإيراني لا يستطيع أن يعلن يعني ما أعلنه لولا لم يكن هناك من موافقة من القيادة الإيرانية، وتحديدا من السيد علي خامنئي القائد العام للثورة الإيرانية. من هنا يعني قد يكون يعني طروحاته نوع من محاولة لتذليل بعض العقبات التي تعترض عملية الاتفاق. يعني ولنكن صريحين أن إيران لا تستطيع أن تتحمل يعني إطالة عمر المفاوضات إلى ما شاء الله، فهي تعاني من أزمة اقتصادية فعلية، تعاني من حجم العقوبات المفروضة عليها، كما أن بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أقول الغرب كله، بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا محشورة في هذه في هذا الملف، وكلنا يعني يتطلع إلى ما قاله نتنياهو في أمام الكونغرس الأمريكي قبل أيام قليلة، ومن ثم عودته إلى إسرائيل وإظهار نفسه على أنه المنتصر وأنه فرض شروط جديدة على الإدارة الأمريكية للتفاوض. كل هذه المسائل تعني أن الأمور تتطلب العجلة من أجل التوصل إلى حل النهائي، وأن إطالة عمر المفاوضات ليس لمصلحة لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا لمصلحة إيران. ومن هنا من الممكن أن يكون محمد جواد ظريف قد أطلق هذا التصريح لإزالة بعض العقبات، ولا يمكن له أن يتفرد بهذه المسألة لولا موافقة القيادة العليا في إيران. لكن وسائل الإعلام الإيرانية يعني دكتور مهدي سرعان ما وردت أو ردت على اقتراح أوباما بتعليق إيران بعض أنشطتها لمدة 10 سنوات بغير المقبول. يعني نحن إذن أمام دكتور مهدي مد وجزر في الموقف الإيراني الداخلي بشأن هذا الأمر، أليس هذا هو الواقع؟ نعم هو صحيح، هذا واقعي. يعني هناك لسانان يتحدثان داخل إيران. الأمور طبعا كلها تنحسم يعني في أو محصورة على الأقل في يد قائد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، ولكن عندما لا يتحدث السيد علي خامنئي ويدخل في التفاصيل
دائما نسمع في خصوص الكثير من الملفات، ليس فقط الملف النووي الإيراني، أيضا في خصوص بعض القضايا المتعلقة بلبنان والقضايا المتعلقة الآن بالوضع السوري وأيضا بالوضع اليمني بشكل خاص، نسمع دائما أن هناك لسانين أو على الأقل لهجتين في إيران، لهجة معتدلة يعبر عنها الطاقم السياسي المتمثل بالرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته، ولهجة أخرى نسمعها من المتشددين أحيانا قد يكونوا رجال دين أو قد يكونوا من مسؤولي الحرس الثوري، وهذه المسألة ليست بجديدة، لكن عندما تصل الأمور إلى حد الحسم نسمع بالمقابل أن السيد علي خامنئي يتدخل في اللحظة الأخيرة ويحسم الموقف الإيراني لحسب التوجهات الاستراتيجية التي يرتئيها أنها مناسبة. بالمناسبة أيضا إسرائيل أحدثت ضجة كبيرة وتدخلت عن طريق رئيس حكومتها نتنياهو الذي ألقى خطاب الانتقاد، وهو انتقاد اتفاق المنتظر بين إيران والدول الكبرى في الكونغرس الأمريكي. يعني بماذا تفسر هذا السلوك الإسرائيلي دكتور مهدي؟ الحقيقة يعني نتنياهو أراد من وراء ذلك يعني إصابة عدة عصافير بحجر واحد. المسألة الأولى هي مرتبطة بالانتخابات الداخلية التي ستجري في 17 من شهر مارس آذار الجاري في إسرائيل، وقد شعر نتنياهو أن الإدارة الأمريكية لا تدعمه ولا تحبذ عودته، وهي تفضل الإتيان بأي مسؤول آخر ليتسلم زمام الأمور، لأن نتنياهو لم يكن متجاوبا مع كل الطروحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية بخصوص إيجاد تسوية لأزمة الشرق الأوسط أي القضية الفلسطينية، فلذلك أراد أن يعني يواجه أو يهاجم الإدارة الأمريكية في عقر دارها من أجل أن يرفع من نسبة الناس المؤيدين أو الجمهور المؤيد له في الداخل الإسرائيلي. المسألة الثانية هو أن نتنياهو يستشعر، بل أنه أكيد يمتلك معلومات، أن الصفقة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شبه جاهزة، ومن هنا طبعا اعتمادا على اللوبي اليهودي أو اللوبي الصهيوني الموجود داخل الإدارة الأمريكية وتحديدا في الكونغرس الأمريكي، حاول أن يمرر عملية يعني تفجير أو إلقاء متفجرات داخل الكونغرس الأمريكي ليؤثر على مسار المفاوضات، إن لم يلغيها فعلى الأقل لكي يحد من عمليات اندفاعها. يعني هذه المسألة الثانية التي أراد نتنياهو أن يقوم بها، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية بدأت يعني تحتسب لهذه المسائل. صحيح أنه قد حقق انتصارا داخل الكونغرس على الرئيس أوباما وعلى الإدارة الأمريكية الحالية، لكن بالمقابل يقال الآن أن الإدارة الأمريكية تتحضر للرد عبر إعادة إحياء مشروع تسوية في منطقة الشرق الأوسط فيما يخص الملف الفلسطيني، للضغط على نتنياهو علنا من أجل إعادة تحجيمه وإعادته إلى حجمه الطبيعي، ومساهمة أمريكية غير مباشرة بعدم حث الإسرائيليين على إعادة انتخابه، لأنهم سيعتبرونه بشكل أو بآخر أنه هو المعرقل للسلام في منطقة الشرق الأوسط. كما فهمت يعني دكتور مهدي بأن الإدارة الأمريكية منزعجة جدا من ردود الفعل الإسرائيلية بشأن المفاوضات مع إيران، يعني إلى ماذا يجر ذلك بالتحديد؟ يعني أم أن إسرائيل في النهاية ستتمكن من الضغط على الجميع لصياغة الاتفاق حسب ما تراه مناسبا لها؟ الحقيقة أنه معروف يعني داخل الإدارة الأمريكية، دائما إذا رجعت التاريخ الأمريكي تجد أن الديمقراطيين هم الأكثر حماسا للسلام، يعني كلنا نتذكر كلينتون، نتذكر الرؤساء السابقين أيضا. من هنا يجب أن ننظر إلى هذه المسألة من زاوية أن نتنياهو يريد أن يوجه ضربة قاسمة للإدارة الأمريكية الممثلة بالرئيس أوباما، خاصة وأنه بقي أمامه سنتين من الحكم، لإنهاء ولايته بشكل منعزل عن التدخل في أزمة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت من أجل تعزيز الدور الجمهوري داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا للانتخابات المقبلة. من هنا يعني عملية التصعيد الحاصلة حاليا، لكن لا نتنياهو قادر أن يذهب في نزاعه أو في صراعه أو في خلافاته مع الإدارة الأمريكية إلى الحدود الأقصى، ولا أيضا الإدارة الأمريكية قادرة أيضا أن تذهب إلى الحدود الأقصى في صراعها مع نتنياهو،
ومن هنا نلاحظ أن نتنياهو عندما عاد إلى إسرائيل عاد ليتحدث عن علاقة استراتيجية تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حريص على هذه العلاقة الاستراتيجية. طيب دكتور مهدي، يعني في حال توقيع اتفاق، يعني هل يمكن أن تقوم إسرائيل بعمل عسكري لإلغاء كل هذا المسار؟ يعني أنا برأيي لو كانت إسرائيل قادرة على القيام بعمل عسكري ضد إيران لفعلت ذلك منذ سنوات. يعني كانت تهول باستمرار ودائما تهدد ودائما تلوح بأنها ستستخدم القوة، وأحيانا كانت يعني تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتتهمها بأنها هي من تمنعها من القيام بعملية عسكرية لضرب المنشآت النووية. لكن إسرائيل تعلم تماما أن من المستحيل على إسرائيل أن تستطيع أن توجه أي ضربة عسكرية موجعة إلى إيران، طبعا لاعتبارات عديدة. أولا المنشآت النووية ليست متمركزة أو موضوعة في مكان واحد في إيران مثل ما كان الحال بالنسبة لمفاعل تموز العراقي. المنشآت النووية في إيران موجودة في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، يعني على مساحات شاسعة. من الصعب جدا في حال قصف منشأة أو اثنين أن يتمكن طيران الإسرائيلي من قصف كل المنشآت. وإضافة إلى أنه لا يستطيع نتنياهو في حال قيامه بأي ضربة عسكرية وفي ظل المفاوضات الجارية الآن بين الإيرانيين وبين الغرب دول 5+1 أن يقوم بعملية عسكرية، لأنه سيظهر أمام المجتمع الدولي أنه محب للحرب وأنه يذهب بالمنطقة إلى التصعيد وإلى أبعد من ذلك، يعني كل هذه التفاصيل اللي معروفة. لذلك أنا برأيي كل التهديدات الإسرائيلية ليست سوى تهويل لا أكثر من ذلك، ولو كانت إسرائيل قادرة على ضرب المفاعل أو ضرب المشروع النووي الإيراني لكانت فعلت ذلك منذ سنوات، ولا ما كانت مضطرة لأن تنتظر حتى الآن. طيب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تحدث للصحفيين بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي جون كيري أمس أن هناك تقدم في المفاوضات مع إيران، لكن تبقى هناك بعض الخلافات. مصادر مقربة قالت أيضا أن هناك مفاهيم مختلفة بين باريس وواشنطن حول تفاصيل التفاوض، يعني ما تأثير ذلك على سير المفاوضات، وهل لنا أن نعرف أوجه الاختلاف تلك دكتور مهدي؟ حقيقة المفاوضات التي تجري، وكما ذكرت حضرتك قبل بشوي أن جون كيري صرح بكذا ومحمد جواد ظريف صرح بكذا، والتقوا بعدة مناسبات، ومن ثم هناك فريق يتفاوض بشكل يومي، وهن متوقعين أن ينجزوا اتفاق ما من هون لآخر الشهر، مما يعني أن من يفاوض بشكل جدي هو الأمريكي والإيراني، وأن الأوروبي هو موقف داعم. بالنسبة للموقف الروسي الصيني، يعني ما هو الشيء الذي تميزه بما يجري حاليا لو قارناه دكتور مهدي بالموقف الغربي، مع العلم أن موسكو وبكين هما عضوان في مجموعة 5+1؟ نعم طبعا، يعني معروف انه روسيا هي مؤيدة بالكامل للموقف الايراني، ولبل انه بالعكس ازداد تأييدها وحجم تأديدها روسيا بعد الازمة الاوكرانية وبعد العقوبات التي فرضت على روسيا، اصبحت اكثر تطرفا يعني بالانتماء الى الموقف الايراني، كما انه بالمقابل الى الموقف السوري، لانه يعني معروف انه قضايا المنطقة الان كلها اصبحت متشابكة ومترابطة، ومن هنا الموقف الروسي هو داعم. الموقف الصيني معروف أنه هو داعم لكن من وراء الكواليس، يعني الصيني لا يريد أن يدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، عنده حساباته الاقتصادية، لكن في نفس الوقت هو يشكل قيادة ظل كما هو الحال بالنسبة للوضع السوري. يعني عندما تحرج روسيا من اتخاذ أي موقف في مجلس أمن لمصلحة النظام السوري تتدخل الصين وتتخذ الموقف المناسب الذي يرضي روسيا. الآن الصين تلعب نفس الدور أيضا فيما يخص الملف النووي الإيراني، هي تدعم الموقف الروسي من الخلف ولكنها لا تظهر في العلن، أنه معروف أنه الدبلوماسية الصينية هي بشكل عام دبلوماسية باطنية تعطي الأولوية للاقتصاد حتى لا تكون على حساب أي قضايا أخرى. لكن أنا برأيي أنها داعمة بشكل كامل للموقف الروسي، والموقف الروسي يميل أكثر إلى التصعيد في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة المفاوض الإيراني. الدكتور مهدي إشحادة، رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي والمختص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا. شكرا لك. شكرا.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج في قلب الحدث. لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع القادم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.